متابعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص مع سي يوسف الخيس من أجل مناقشة واحد القضية صادقة على مجلس مدينة الدار البيضاء يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، وتتعلق بتفويت شقق العمارة الشهداء بالحي المحمدي لفائدة الأرامل تاعت الشهداء. سي يوسف مرحبا بك. سي يوسف، المجلس مدينة الدار البيضاء قام بأول تفويت في بداية المسار ديال هذا المجلس هذه لفائدة أرامل الشهداء تاع عمارة الشهداء بالحي المحمدي، كيف جات هذه الفكرة هذه؟ أولا النقطة جات من طرف السيد الوالي، هو اللي طلب الإدراج ديالها، جات في آخر مطاف ديال كنا قراب باش تنعقد الدورة، واللي كان عندها واحد الطابع استعجالي لأن كاين واحد الحكم ضد هذاك البقعة اللي تقريبا واحد 5 ملايين درهم اللي خاص الجماعة الدار البيضاء باش تأديها. أولا هي فيها رد الاعتبار للأرامل ديال الشهداء ديال القوات المسلحة الملكية، علما بأن هذيك العمارة اللي معروفة بعمارة الشهداء فيها تقريبا 24 شقة اللي كيستغلوا حاليا ناس ديال الأرامل ديال الشهداء قوات المسلحة الملكية، واعتبرنا بأن هذه بادرة مهمة اللي خصنا نمشيو فيها، ماشي غير هذيك العمارة بوحدها، ربما كاين عمارات أخرين في مجموعة المقاطعات اللي كنطلب من هاد الرؤساء هما يجيو بها باش تدرج كنقاط، وإن أقل ما نقدموا لهاد الناس اللي ضحوا بسبيل هذا الوطن واللي خلاو وليداتهم باش ما يكونوش عرضة للشارع والتشرد، هذاك كيستغلوا هذاك الكيس يعني راهم في هذاك ديك الشقق اللي أصلا حنا مني عقلنا كان هذيك الشقق مخصصة لهذ الأرامل. ولكن واش مبادرة جات معكم نتوما كرئيس مقاطعة ولا من عند الوالي بصفة مباشرة؟ هذه نقطة جات مع السيد الوالي، بقات واحد 3 أيام تقريبا وخبرونا ودار في التداول في اللجنة ديال التعمير والممتلكات، وخرج واحد التوصية بأن احنا كنزكيو هذه المبادرة، إلا أكيد كان هناك اختلاف مع الإخوان ديال العدالة اللي كانوا كيطالبوا بان تكون واحد اللائحه ديال عدد المستفيدون. حنا اعتبرنا تداول الحقوق حتى هما من حقهم، ما نقتصرش على الارامل، راه تداول الحقوق من حقهم يستافدوا من هذه الشقق. كيفاش تتم هذه العمليه تاع التفويت للارامل تاع الشهداء؟ اكيد المسطره دابا حنا ملي صدقنا كمقرر السلطه هي اللي جات بهذه النقطه، هي اللي غتكمل المسطره تخبر ان هي املاك ديال الجماعيه، وهي اللي غتكمل المسطره الى جانب السيده رئيسه مجلس مدينه الدار البيضاء. علاش كتخبروا؟ هي تفويت راه مجانا باش ما هذه باش ما يكونش ما يكونش لبس، راه مجانا التفويت مجانا. على ذلك الاخبار، واش انتم رئاسه المقاطعه كان عندكم اتصال وتواصل مع الارامل تاع الشهداء وذوي الحقوق بصفه عامه؟ احنا كنعيشوا معهم يوميا وعارفين بان هذاك الشقق ديالهم يعني مخصصه للارامل، غير نقولوا بان هاد الناس تفاجؤوا شيئا ما. علاش تفاجؤوا؟ بحكم انهم كانوا كيعتبروا راهم كيسكنوا في مساكن فيهم، يعني شي حاجه للتفويت راهم اعتقدوا او فهم الصيغه القانونيه ما كانش، ولكن هما كيقولوا بان احنا ذوي حقوق وحنا راه غنبقاو في ذوك السكن، اليوم عطيناهم الطابع القانوني. دابا حاليا الشقق غتكون بسميت تاع الارامل الشهداء بصفه قانونيه. يعني هما كانوا في ملك ديال الجماعه، اليوم هذا شقق في ملكهم، وكنعتبر مبادره طيبه. حنا راه سجلنا على مستوى ديال مدينه الدار البيضاء اول عمل اجتماعي كيتقدم في هذا المجلس، لا المجلس مدينه الدار البيضاء لا بالنسبه للمجلس ديال مقاطعه الحي المحمدي، هو التفويت يعني طابع اجتماعي وليس مضاربات عقاريه. كما تتعرف السي يوسف، المجلس السابق كانت تتعرض عليه مجموعه من النقاط اللي تتعلق بالتفويتات، واش انتم غتشوفوا نفس المسار ولا يكون عندكم واحد رؤيه اخرى؟ حنا في التفويت خصو يكون عنده دراسه ومبني على واحد المعايير، انا ما يمكنش لينا غنجو ونفوتوا الممتلكات ديالنا. اكيد كاين عندنا واحد الميزانيه اللي ما كتستجبش المتطلبات ديال البيضاويين، لان خصنا نقلبوا على المداخل، وكاين عندنا بعض نقولوا حنا بعض الاراضي اللي ما مشتغلينش فيهم او خصنا فيهم نوع من التبادل او نوع من التقييم ديال هاد الاراضي، اللي اكيد خاص ولا بد من نعيدوا النظر في طريقه التفويت اللي كانت كدوز في 5 دقائق وما كانوش كيتدرسوا دراسه مستفيضه في داخل اللجان.
شي يوسف، شكرا جزيلا على قبول الدعوة، متتبعي قناة الفاسبريس، إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.